يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم أمسية سعيدة، جمعة مباركة، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يلا دائما نقول لكم مرحبا بكم في برنامجكم اللي راح يرافقكم طيلة شهر رمضان المبارك بنا وفطور كما جرت العادة، أنا والمتألقة مريم. مريم جمعة مباركة. شكرا سليمان، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، جمعة مباركة للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية جميعا. مشاهدينا قعدوا معنا طيلة هذا البرنامج، راح نتحفوكم كما عودناكم دائما بأطباق صحية اقتصادية وتكون يعني تنال إعجابكم. نتمنى أن نكونوا خفاف عليكم ظراف ونكونوا يعني عند حسن ظنكم. مشاهدينا الكرام نذكركم فقط بأرقام الهاتف حتى مرة أسفل الشاشة، كثرنا من الاتصالات تاعهم. كذلك سليمان نذكرهم بالطنبولة، يعني اليوم كثرنا الاتصالات لأنه سؤال راح يكون على آلة الغسيل المهدات من طرف مؤسسة لاكاسبا، لكن الطنبولتين المتبقيتين نخلوهم اليوم غد إن شاء الله أحسن، لأنه باش ما نخلطوش الأسئلة، نخلطوا الشعبان مع رمضان. يلا نبركوا نبسطوا لهم باللي اليوم إن شاء الله راح تكون طنبولة خاصة إن شاء الله تجيكم كل يوم جمعة حول آلة الغسيل اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم اليوم. راهو يكون كيستيون ولا سؤال مباشر وسهل سهل سهل. يلا تمام عليكم غير الاتصال، رقم الهاتف راهو يجوز أسفل الشاشة وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. يلا مريم ما نطولوش عليهم، تكلي على الله بسم الله. نبداو فقط اليوم حضرت لكم وصفتين، الوصفة الأولى عبارة على طاجين ليبولة تاع السلق، هنايا باش كما قلنا وصفة اقتصادية، هنا راح ندير لافيون داشي مع السلق، وعندنا الطبق الثاني اللي هو طبق تقليدي يعني راح نديره بواحد العشبة من بعد نهضروا عليها. نبداو بالطبق هدايا من بعد نروحوا للطبق الثاني. بالنسبة للمقادير تاع الطبق الأول عندنا زوج أفخاذ تاع الدجاج، هنايا لك الاختيار سيداتي، عندك الدجاج دو كويس، ما عندكش تقدري تستعملي البلون، ما عندكش تقدري تستعملي هذوك لي كاركاس عادي باش يطلقوا البلون. ولا الجناحتين بزاف بنان. اكيد بزاف بنان يعطونا بنه يعني ذوق رائع في المرق تاعنا. عندي هنايا زوج ربطات تاع السلق قطعتهم وفورتهم ونحيت لهم شويه الماء تاعهم بهذا الشكل. عندي حوالي 200 غرام تاع فيون داشي، اللي ما عندهاش فيون داشي تقدر تستعمل لو بلون دو بولي عادي على حسب امكانياتك سيدتي، دائما ونقول لك على حسب امكانياتك. عندي هنايا حبه بصل متوسطه رابي، عندي هنايا الحميصه اللي كنت استعملتها من توج مؤسسه لو كاردينال، شمختها في الليل في الماء دافي، ضفت لها شويه تاع البيكربونات وخليتها مده 12 ساعه، من بعد واش درت طيبتها وتحصلت على هذا النوع تاع الحميصه ما شاء الله. عندي كذلك لا شابلور، عندي زوج مغارف تاع سمن، حبه بيض، عندي هنايا الزنجبيل، وما ننساش كذلك فلفل كحل مع تاع لالا مولاتي اكيد، مع اخترت لي بيس اليوم الخاص بالدجاج. اوكي والملح والزيت اكيد. جيب لي فقط لا مغميط المرميطه. أوكي. بسم الله. هاي مريم شكرا. نحط فيها السمن، فقط جيب لي ان غون ريسيبيون باش طبسه كبير باش نحطوا فيه. نتبعوا فقط مشاهدينا الوصفات خطوه بخطوه كما عودناكم دائما، الاطباق تاعنا ان شاء الله حين يكونوا في القمه. نذوب السمن تاعي. نوجد فقط هنايا لا ماريناد، نحط هذوك لي دو كويس تاعي هنا بهذا الشكل. ديها سليمان. نحط هنايا الملح. واش نمد لك ريحه؟ نحط الملح. يلا مشاهدينا الكرام نستناو في اتصالاتكم. يوجد مكالمه مريم. تفضل. فاطمه مرحبا بك، تحيه كبيره سكن بالعباس. الو. نعم سيدتي كيف حالك؟ صافا لاباس الحمد لله. جمعه مباركه الحمد لله، وانت يا واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الله يحفظك ربي يحفظك، شكرا جزيلا سيدتي. يلا تفضلي. تفضلي انا نسمعوا فيك، تفضلي. نشكركم بزاف على الوصفات تاعكم، وحنا نحبوكم ونحبوا الشيف مريم ونحبوك انت فهد. ربي يحفظك. ربي يحفظك سيدتي، ربي يحفظك. واش عطيبي لنا اليوم؟ واش عطيبي لنا؟ ان شاء الله نديروا الحلو والحليب. نقصي شويه باتلي التلفاز سيدتي باش تسمعينا مليح من فضلك. واه
وديري الحلو والحريره وتانيك طاجين زيتون ان شاء الله. خلينا مطاجين زيتون اليوم، خليه يريح اليوم تبعي مريم ستقيني بلا حد الكريسه الضربه ان شاء الله تجربيها. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تعيشي. وما ديروا احنا نجربوا. ان شاء الله سيداتي ان شاء الله. يلا نقولوا لك برك باللي احنا نبداو بك المسابقه على الله عز وجل بسم الله. ان شاء الله. نقولوا لك برك اليوم باللي عندنا مسابقه خاصه بماشينا لافي. نقولوا لك ما هو المكون هكذا مريم. نبسطوا لها السؤال. الحبه تاع البيض هذه ما كي تشوفي فيها. ما هو المكون الرئيسي تاع البيض؟ يلا. ما هو المكون الرئيسي تاع البيض؟ نعم هذه الحبة تاع البيض اللي راكي تشوفي فيها، ما هو المكون الرئيسي تاعها؟ المكون الرئيسي تاع البيضة؟ يلا سيداتي أنا نسمعوا فيك. تفضلي خممي شوية سيداتي. الزعفار؟ نعم، إجابة شنو هي؟ المكون تاع البيضه صفار. معليش نقولوا لك برك قاعدي معنا دوك شدوا رقم الهاتف تاعك وراح تكون ان شاء الله التيراج كما نقولوا القرعه في اخر تاع البرنامج واذا كنتي من الفائزين راح نتصلوا بك. شكرا جزيلا وصحه فطورك سيداتي. شكرا. اذا انا واش درت؟ شديت هذاك الدجاج تاعي درت له شويه تاع الملح شويه تاع فلفل كحل ودرت له راس الحانوت خاص بالدجاج وخليته يعني مع مغرفه تاع الزيت وخليته يتحمس بهذا الشكل. هذا بالنسبه للدجاج تاعي. نعطي له هنا نعطيك فقط ملاحظه سيداتي، دائما كي تحمسي الدجاج تاعك لازم ديري على الاقل فنجان صغير تاع الماء باش ما يتحرقناش البصل تاعنا وما يتحرق ما يتحرقناش الدجاج. ما يكون دافي شويه مريم. دافي كميه قليله فقط هكذا. قريب ما ديرش. يلا مشينا كامل نستنوا في اتصالاتكم. رقم الهاتف راهو جوز اسفل الشاشه باش ان شاء الله اليوم تكونوا كامل من الفائزين تاع لا ماشينا لا فيلا راهي تظهر قدامكم. نجوزوا فقط نشوفوا طريقه تحضير لي بولا. تعطيني ان اوتر ريسيبيون. اوكي معليش هذاك يكفيني. تفضلي. نحط هنايا هذيك لا فيونداشي تاعي اللحم. نوجدوا فقط سليمه المقله مقله مع الزيت باش نبدا نقلي. نظن انه هذا الريسيبيون صغير شويه نحتاج ريسيبيون يكون كبير عليه شويه احسن. نقول لها الزيت ونشعلها مريم. نقصلها فقط باش ما تسخليش. هنا واش حندير؟ ندير لا فيونداشي تاعي. ندير لها شويه زيت مريم. نقلي لانه حنقلي لي بولات تاعي. اوكي. حنضيف لها شويه هذاك تاع الزنجبيل. ونضيف عليها شويه تاع البصل كنت خليته من مقبل. هذا الشكل. كذلك راح نضيف لها الملح. يلا مشاهدينا كثرنا الاتصالات الهدية ماشي كما كباقي الهدايا اليوم راح تكون آلة غاسي. يلا راه يقولوا لنا برك باللي التليفون راح ينحرق. يلا حورية مرحبا بك يوجد مكالمة مريم. تفضل. السلام ورحمة الله رمضان لك بالصحة والهنا سيدتي كيف حالك؟ والله غير الحمد لله وانت يا الحمد لله انتما وش الحمد لله حوريه وانت وش راكي مدام الحمد لله ربي يحفظك سيدتي مرحبا رمضانك حوريه الله يسلمك الله يسلمك رمضانكم تحيه كبيره لهذا البرع عامله قدامك ان شاء الله ان شاء الله تربحي عليه وتربحي ان شاء الله حوريه ان شاء الله ان شاء الله تفضل يلا سيدتي اعطينا رايك على الحصه اللي كي تشوفيها تاع بنا وفطور في القمه يعني ما شاء الله ربي يحفظك سيدتي وصفات هايله كاش ما سييتي وصفات حوريه ولا والو والله مازال ما نسيتش بصح عجبتني الوصفه تاع اليوم تاع السلق معليش ركزي برك معاها ودوني الوصفات ورقه وسياله باش ان شاء الله تجربيها وتعطينا رايك غدوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واش راكي ناويه ديري فطور هذه خلاص تفهمنا حوريه نعم تفهمنا ان شاء الله انا عندي شربة يعني نطيب شربة تاع يومين نعرفوا بالعائله الجزائريه كامله طيب شربة تاع يومين لا ماجوريتي ماشي كامل صراحه كي تقعد لي تجي بنينه اكزاكتلي صح والله العظيم بالصحه ولنا سيدي ربي يتقبل. يلا سيداتي نقول لكم برك باللي الحبه تاع البيض انا نحب نجيب حبه قدامي باش نسهل لهم مريم اكيد نعم هذه الحبه تاع البيض اللي كتشوفي فيها سيداتي ما هو المكون الرئيسي تاع الحبه تاع البيض؟
انا نظن المخ هو المكون الرئيسي. معلش سيدتي، نظن انه السؤال ما فهمتوش. نعم. سيداتي، نفهم المشاهدين الكرام، ما ماناش نهضروا على الصفر ولا نهضروا على البياض، كاين كل حاجه عندها عندها القيمه الغذائيه تاعها. كي معايا في هذه القيمه الغذائيه عندنا مكونات، ما هو المكون اللي عنده نسبه كبيره في الحبه تاع البيض؟ المكون يلا يلا سيداتي تفضلي. والله معليش نقول لك اقعدي معنا، راح تسمعي الجواب في نهايه تاع الحصه ان شاء الله. برك مريم، شكرا سيدتي. اليوم نخدموه بالبيض سليمان، نزيدو نكملو ديك الحبه. معليش دقيقه برك. تفضل هاولو غي سيدنا. شكرا. اذا بالنسبه للمقادير تاع ليبولات، عندي لافيون داشي السلق، كذلك هنايا نسيت عندي المعدنوس، اساسي المعدنوس في هذا يعني ليبولات. حطيت لافيون داشي السلق تاعي، كذلك حطيت لا شابلور، وحطيت لي زيبيس تاعي الملح، فلفل كحل، وشويه تاع لي زيبيس، وزدت درت شويه لا شابلور مع البيض. بهذا الشكل. يلا مشاهدينا الكرام، زلنا نستناو في اتصالاتكم. انا نحب ندير لك ليت ساعه مريم باش المشاهد الكريم يشوف. نخلي لي غير لا شابلور، نبداو نديروا الليبول ليبولات هكذا. كاين مكالمه مريم. نصيره، السلام عليكم. اهلا، كيف حالك سيدتي؟ والله الحمد لله. وانت يا واش راكي؟ والله لاباس الحمد لله. تحيه كبيره للناس سيدي عيسى. يسلمك الله يحفظك. والله الحصه تاعكم تعجبني بزاف. الحمد لله الحمد لله. شرفينا سيداتي. كشمر يتشرى جرب وصفات مريم. سقسيها شويه. جربت تاع البسبوسه تاعك، جاتني هايله ولا اروع. الحمد لله. ضربه 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 جاتك ضربه. جاتني ضربه. والله تعجبوني سيادتكم ما شاء الله. ربي يحفظك سيداتي. الله يسترك الله يسترك. واليوم واش حبيتي ديري لنا اليوم؟ أنا اليوم راح ندير مكون إن شاء الله. إن شاء الله بالصحة والهذا. يلا سيداتي ركزي معايا باش تشاركي إن شاء الله معنا في طنبولة. قلنا المكون الرئيسي تاع الحبة تاع البيض وشنو هو؟ نعرفوا باللي الحبة تاع البيض فيها دهون، فيها بروتين، فيها الماء، فيها بزاف مكونات. أنت قولي لنا برك واش من هو المكون الرئيسي اللي تتكون منه؟ نرمد لك فوالا. جاب لي البروتين خاطرش البيض معاوض باللحم. يلا معلي سيداتي نقول لك قاعدي معنا نهايه الحصه. الا كنتي انت من الفائزين ان شاء الله راح نتصلوا بك على المباشر. شكرا سيداتي. تقريبا هذه فهمت السؤال مريم. انا حبيت نعاونك. تفضل. اذا بهذا الشكل نديروا ليبولات تاعنا. يلا مشاهدينا الكرام كثر لنا الاتصالات باش ان شاء الله تكون كاين لا كونكيرونس بزاف على ماشينا راضي هذه. ان شاء الله ان شاء الله تكون كامل من نصيبكم. ان شاء الله نتمنينا لو كان يكونوا جوائز اكثر. معليش هذا واش كاين. وان شاء الله اللي يربحها مريم ما تكونش عنده كاع ماشينا راضي باش نفرحوا معاه. ان شاء الله يكون يعني يستاهلها يا رب. ان شاء الله. بهذا الشكل اللي بولات تمنى ما نديروش كامل الكميه، نخلي من بعدها باش ما يكفي يكفينا الوقت. أوكي. هكذا باش نجوزوا للطبق الثاني. يلا مشاهدينا الكرام انا نزل كاين مكالمة مريم بشيرة. مرحبا بك سيدتي، كيف حالك؟ الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا بك. واش راك خويا لاباس؟ والله الحمد لله. وانت يا مدام واش راك؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. رمضانكم. رمضانك بالصحة والعافية. بشيرة الله يسلمك. واش راك يا اختي صافا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يعطيكم الصحة على وشك وتجوزونا. صحتنا وصحتك ان شاء الله سيدتي. يسلمك يعيشك. يلا قولي لي برك نقصي برك شوية التلفاز. نقصي شويه باش تسمعينا من التليفون باش تقدري تفهمينا ان شاء الله. قولي لي برك اليوم واش حطيبي لنا بشيره؟ اليوم راني ناويه ندير كباب وشوربه. هاي تالفه واقيلا بشيره. الو قلت لك واقيلا هاي تالفه كاع. واش ديري اليوم؟ لا لا ماشي تالفه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله سيداتي بالصحه والهنا ربي يتقبل ان شاء الله. يسلمك يعيشك. يلا سيداتي عندك سؤال نعاودوه لك. السؤال تاع الحبه تاع البيض. السؤال انا غير في الحبه تاع البيض. نورمالمون متكونه من البروتين.
يلا معليش سيداتي، نقول لك شكرا جزيلا على المكالمه وان شاء الله تسمعي برك الاجابه في نهايه الحصه. فرصه اخرى سيداتي، انا كملناهم قلنا ما نكملوش بصح معليش كملناهم. خفاف دراف بهذا الشكل. نقول لهم ثاني مريم باللي السلق عنده فوائد كبيره اكيد، وزيد لهم على الحملي فيه لي بروتين الله يبارك، يسمى فايده في فايده ما شاء الله. وخفيف كذلك. وخفيف نعم، صحي اكزاكتلي. ما انا نشوفوا فيه باللي ومام الريحه تاعو راهي ما شاء الله مريم. يلا كثروا لنا المكالمات مشاهدينا الكرام باش تكون ان شاء الله كامل من الفائزين. وني نشوف في القرنينه انا مريم يدرى البيضه راح انا نشوف انا نشوفوا في القرنينه قلت لك اليوم الحصه خاصه بالقرنينه هكذا فيها فوائد كبيره وكان القرنينه مريم اكيد اليوم نشرح لهم على القرنينه. نجيب لك فقط ان ريسيبيون ونتنحيهم وندير لك البابي الداخل. نعرفوا تانيك باللي كل ما هو طبيعي مريم عنده فائده كبيره. سمعتيني مريم؟ نعم تفضل. قلت لك كل ما هو طبيعي عنده فائده كبيره. يعني هذه القرنينه مؤخرا فقط اللي داروا الدراسه عليها ولقاو باللي صحيه بزاف. يوجد مكالمه سليمه. السلام عليكم. يلا سميره مرحبا بك. سليمه. الو الو. الو كيف حالك سيدتي؟ وين راكي؟ لقيتي رحتي؟ واش راكي بخير سيدتي؟ نعم نعم راني معاكم. نعمتك دائما مرحبا بك. اليوم كاين ماشينا لافي سميره فطني. واش راكي مليحه شويه؟ لاباس الحمد لله وانتم؟ والله الحمد لله. واش راكي مع رمضان؟ ربي يحفظك. الحمد لله الحمد لله اللي فات لك تبعينا بلا ما تشكرينا كثر خيرك. ايه صح يعطيكم الصحه. واش راكي حابه؟ واش راكي حابه وصفات نوجدوهم لك انا ومريم؟ والله وحشك وتقدموا لكم عاجبين الله وحابه اللي قطعتها اللي ان شاء الله باذن الله نبرمجوا لكم ان شاء الله بالك قدوه ان شاء الله قراتها بالطبع ان شاء الله. يلا سيداتي برقوا لي اسكو برك لا كيستيون ولا السؤال كي فهمته ولا نعاودوه لك؟ لا لا سمعتكم علاش حبه تاع انا مازلنا غير في الحبه تاع البيت سيداتي. يلا تفضلي. عندنا سؤال سليمان. بروتينات الضيف معروف بالبروتينات. شوفي سيداتي قلنا المكون الرئيسي تاع الحبه تاع البيض. الحبه تاع البيض تتكون من بروتين، تتكون من الماء، تتكون من بزاف عفايس، تتكون من هادو بالك واحد 4 ولا 5 ولا 6. ما هو المكون اللي بزاف اللي هو سائد على الحبه تاع البيض اللي هو بزاف الحبه تاع البيض؟ هو اللي معروف بروتين. البروتين. مالي سيداتي نقول لك فرصه اخرى ان شاء الله. بارك الله فيك وصحه فطورك سيداتي. يلا مريم كمل تقليتيهم. كمل لي فقط من هذا الجهه اذا تقدر باش نبداو نحضروا الطبق الثاني اللي هو عباره على القرنينه اللي حضرت لها. اذا بالنسبه للمقادير انا عندي هنايا حندير لكم قرنينه بطريقه تقليديه، يعني اللي كاين بعض المناطق في عندنا بعض المناطق هنا في الجزائر كاين اللي ما يعرفش شنو هي القرنينه. القرنينه هاو الشكل تاعها، تجي شغل فيها الشوك هاي ليك معروفه خاصه في منطقه القبائل ومنطقه وسط الجزائر. ياكلوها احنا عندنا في الدار ياكلوها اكيد. كانت يما ربي يرحمها ان شاء الله ويسمح لها ان شاء الله كانت تديرها لنا بزاف القرنينه هذه اكيد. اذا حنا هنا واش نديروها؟ نديروها نقدروا نديروها جواز كما نقدروا نديروها بالطعام كما يديروها بالبركوكس. كل واحد كيفاش يديرها. كاين اللي يديرها بالدرسه، انا اليوم جبتها لكم. كاين اللي يديروها بالجلبانه، هذا طبق قديم 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 كانوا جدودنا يحضروها يديروا لها بالجلبانه. وكاين اللي كان يديرها بالجلبانه والبطاطا والقرنينه، وكاين اللي كان يحضرها بالجلبانه وزروديه والقرنون. كل واحد كيفه. انا جبت لكم هذه التقليد زمان ماني اللي كانت تحضرها لنا. شكرا. اذا بالنسبه لهذا انا عجوزتي تاكلها بزاف، نبلغ لها تحياتي. تحبها بزاف بزاف غير بالثوم، تاكلها هكذا وحدها غير بالثوم. ونقول والام تاعي تحضرها بالطعام. تحيه كبيره تانيك الوالده والوالدات كامل تاع خاوتنا اللي راهم يشوفوا فيها. ان شاء الله ربي كامل يحفظهم ويخليهم لنا ان شاء الله. ربي يحفظهم لكم ان شاء الله ربي يرحمهم. بالنسبه للقرنينه هذه واش راح نديروا؟ انايا نقيتها نحيت لها هذيك الشوك
الشوك كامل باسكو هي تجي فيها هذاك الشوك هنايا. من بعد قطعتها بهذا الشك، غليتها غير شويه تقريبا 5 دقائق، دبلتها فقط ما حبيتش نطيبها مليح لانه باش ما تفقدش القيمه الغذائيه تاعها، لانه راح تزيد طيب لي شويه في البطاطا. مؤخرا يعني نحن نعرفوا العراقيين معروفين بالطيب الاعشاب، هضروا على هذه العشبه اللي هي القرنينه وقال لك بالليك يعني على حسب القول تاعهم قال لك هذه واش يديروا لها، يجففوها وياكلوها ويطيبوها تيزانه ويغلوها يشربوها، مفيده جدا اللي عندهم مرض السرطان. الله يعفينا ويعفي كامل المؤمنين ان شاء الله. اذا هذه بالنسبه للقرنينه، وصدقوني صحيه بزاف بزاف. انا هذا الطبق بالنسبه للبنات اللي دخلوا يعني اللي تزوجوا غير باه اللي ما يعرفوش الطريقه تاع تحضير هذا الطبق اشتروا وحضروه. يلا مرحبا بك سيداتي، السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك سيدتي؟ فكرينا برك في الاسم والمنطقه منين؟ نعيمه من ولاد جلاد. نعيمه تحيه كبيره، كيف حالك سيدتي؟ لاباس الحمد لله. كي مليحه شويه واش راهم الناس ولاد جلال؟ والله لاباس الحمد لله بخير. بلغي لهم سلامنا، ربي يحفظك. يلا قولي لي برك كي كاع يسلموا عليك. ربي يحفظك، تبعي شويه الوصفات تاعنا. شويه نتبع فيهم شويه برك، تبعينا بزاف. هي هاني نتبع من داك الساعه على بالك نروحوا نطيبوا من نرجعوا ان شاء الله تكونوا برك راكم تجربوا الوصفات اللي رانا نديروها من عمري. قلب اللوز جاني روعه هايل. الحمد لله هاي اي الحمد لله. يلا سيدتي برك تبعينا برك في السؤال تاع البيض اللي قلنا لك، ما هو المكون الرئيسي تاع الحبه تاع البيض؟ نعرفوا بلي الحبه تاع البيض تتكون من البروتين وتتكون من الماء، بروتينات ومعادن فيتامينات. اكزاكتومون، ما شاء الله ما شاء الله عليك. ما هو المكون الرئيسي اللي بزاف اللي بزاف الحبه تاع البيض اللي هو غالب على الحبه تاع البيض؟ فيها هي البروتينات المعادن فيتامينات. صفا البيض يحتوي على الكوليسترول اكيد، بصح كاين مكون رئيسي اللي راح يدي نسبه كبيره في الحبه تاع البيض، ما هو هذا المكون؟ البروتينات. مالي سيدتي نقول لك برك تسمعي ان شاء الله الاجابه في نهايه الحصه. مريم من فضلك برك شوفي برك تاع الدجاج هذاك اللي قلنا لك. ايه باش يتحرق. شكرا. نقول لكم برك المشاهد اللي كان حبيت برك نبسط لكم ونعاونكم ان شاء الله. مريم ما تزعلش عليا. اكيد. ماشي البروتين، ما نزيدوش تجاوبوا كامل على البروتين، البروتين نحيوه شطبوه كامل من الاجابات. يلا اذا بالنسبه لطريقه تحضير هذا القرنينه تاع اليوم، حطيت زيت زيتون لانه العباس تاعها سي لويل دوليف. تندار بزيت الزيتون وشويه تاع الثوم. اللي ما ياكل زيت زيتون يدير بزيت نورمال. اكيد اللي ما يحبهاش عادي. نزيد كميه تاع الثوم بهذا الشكل. الريحه راهي بدات تطلع عباك ريحه زيت الزيتون مع الثوم. مع الثوم تجي روعه ما شاء الله. نبدا انايا بهذيك الجلبانه، علاه؟ باش نعطي لها شويه تاع طيابه، لازم تطيب لي شويه بهذا الشكل. نحمسها جيدا. هنا بالنسبه لليزيبيس كل وحده على حسب اختيارها، اللي حبت تضيف لها ليزيبيس، كاين اللي يديروا لها الكمون، كاين اللي ما يديرلهاش، اللي حبت ما تضيف لهاش عادي. انا نعطي لي فقط الملح. الكمون حنا ندير لها الكمون اكيد. سمير تحيه كبيره كاين مكالمه. مريم تفضل. مرحبا بك خويا. الو سميره، السلام عليكم. ساميه نظام. ساميه كيف حالك سيدتي؟ ما نسمع مليح، كبرت يا ساميه سمحي لي اختي. مازال البركه. كيف حالك سيدتي؟ والله لاباس الحمد لله. صحتكم لاباس؟ مستغانم مليح، ناس مستغانم بالغي لهم تحيه كبيره. الحمد لله الحمد لله. هاكي تبعينا شويه الاخت. واه نتبعكم ديما. ورانا عاجبينك شويه سيدتي. لا الحمد لله مكفيين وموفين. الحمد لله. ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم مادام هكا. ان شاء الله، هذا شرف لينا سيداتي. يعطيكم الصحة ان شاء الله. تعيشي. يلا سيداتي نعاود نقول لك برك الحبة تاع البيض المكون الرئيسي اللي فيها بزاف، نزيد نبسط لك، الحبة تاع البيض واش فيها المكون اللي بزاف؟ راني نسيت نبسط لكم. على حسب المعلومات يعني القشر نتاعها يعني مكونة من القشر نتاعها. والكالسيوم اللي فيه. خلينا خلي القشره ما تحسبيهاش كاع، داخل الحبه كاين مكونات. ما هو المكون الرئيسي؟ الحاجه اللي فيها بزاف كي تحلي الحبه تاع البيض كيفاش تبان؟ هي فيها بروتينات دهنيه مكونه من الفوسفور وال
معلي سيدتي نقول لك قعدي معنا راح تسمعي الاجابه في نهايه الحصه. شكرا جزيلا سيدتي. بالنسبه لهذيك البطاطا تاعي راني ضفتها ونخلي نبقى نحمس، لازم نحمسها حتى نقليوها مليح جيدا حتى تدخلها شويه هذيك البطاطا طيب. سما زيت الزيتون والثوم تدخل مليح في البطاطا هذه باش تنام الريحه تريح ما شاء الله بهذا الشكل. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك باللي الحبة تاع البيض بمن تتكون، المكون الرئيسي اللي فيها بزاف. كي نفتحوا الحبة تاع البيض واش من حاجة اللي تبان لك هكذا كي تشوف تشوف باللي حاجة فيها بزاف، ما شنو هي؟ يلا راني نبسط لكم الماكسيموم باش ان شاء الله تكون كاينة الحيوية في الاتصالات باش ان شاء الله كامل تكون عندكم فكرة. كثروا كثروا الاتصالات بهذا الشكل. أنا الدجاج تاعي يعني تقريبا راهو بدا يطيب، من بعد كي قريب يطيب الدجاج تاعي راح نرمي لي بولات تاعي لداخل ونخليهم يكملوا يتجمروا مع هذاك الحميصة تاعي. ندير لها فقط كمية صغيرة وشوية بهذا الشكل، نخليها تزيد تطيب شوية. من بعد كي قريب يطيب الدجاج تاعي واش ندير؟ نحط هذوك لي بولات تاعي يكملوا يطيبوا شويه في المرقه. ودخلهم طياب شويه لي بولات هذوك اكيد تدخلهم شويه راح يكملوا شويه مع المرقه، ما نديرهمش دوكا باش ما يعاودوش يتحلوا لي الداخل. بالنسبه للجلبانه تاعي مع البطاطا راح نحمسها بهذا الشيء بهذا الشكل عفوا حتى تدخلها كامل طيابه. من بعد واش ندير؟ نمرق عليها غير يبدا يدخلها طياب راح نضيف لها هذاك القرنينه ديالي. الله يبارك ما شاء الله راهي تشهي. نظن انه نخرجوا فاصل راهم يقولوا لي خلاص الوقت. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم ما تزابيوش ريحوا معنا، عندنا زوج تحليات ضربه، ريحوا برك فاصل قصير ونقول لكم.
رجعنا مشاهدينا الكرام باش نشوفوا الاطباق تاعنا جاهزين. الطبق الاول اللي كان عباره على ليبولات تاع السلق كما راكم تشوفوا التقديم تاعهم كان بهذا يعني بهذا الشكل الرائع، لك الاختيار سيدتي في تقديم اطباقك. اما الطبق الثاني اللي كان عباره على القرنينه هذيك اللي كنت حضرتها لكم، زدت لها ان فيلي تاع الويل دوليف تاع زيت الزيتون من الفوق وشويه معدنوس، وانا زدت لها هنايا كما قلت لك التوابل كما تحبي، كاين اللي يحبها حمراء كما كاين اللي يحبها غير بشويه تاع الكمون. ان شاء الله الاطباق نالوا اعجابكم، ونشوفوا كذلك الاطباق تاع سليمان. انا كنت حاب نوجد لهم بقره اتاي خفت نغيرهم. صدقوني برك هذه التحليه ضربه شوشه، يترعد وحده مولاي. شوفوا القوام تاعها ما شاء الله، جد رائعه، تحليه تركيه هي. صدقوني غير بالطبع، ومام طون نقول لكم المكونات تاعها سهله. شوفوا 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 جدو. نحب نغيركم، ومام طون لي بابا اللي وجدناهم ثاني صدقوني باللي المكونات مضبوطه. شوفوا كيفاش طلعوا ومشربين مليح، مام لاك خام هذيك اللي قلت لكم عليها تاع لاك خام فخاش بزوج مغارف تاع سكر كلاصي ثاني ما شاء الله. ان شاء الله برك تكونوا الوصفات لا كتبوهم كتبوهم، اللي ما كتبهمش يشوفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، شوفنا في قناه اليوتيوب تاع قناه البلاد في برنامج بنا وفطور. ومام طوطانيك مريم هذه قعدت لي شويه لابا درتها في وحده كبيره اللي عندها طفيله صغيره ولا عندها طفيل صغير في الدار، تكرمهم صح. لا تديها له اياد بالصحه والهنا. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معنا، وان شاء الله نكونوا خفاف عليكم، وان شاء الله تكونوا الوصفات تاع اليوم دونتوهم. يلا نقول لكم الخلطه السحريه. اكيد راح نذكركم الهديه مهدات من طرف مؤسسه لا كسبه. الهديه هي عباره على اله غسيل. نذكروا فقط المتصله اللي اتصلت يذكروني فقط في الاسم تاعها. نسيله نورمالمون مريم. نسيله الاسم تاعها. كوبيت وقلق قبل ما يشدوا عليك رقم الهاتف باسكو الاجابه تاعك كانت صحيحه. نظن انه اسمها هدى، الاخت هدى. حنايا نكونوا منصفين لانه هذه الإجابة تاعك كانت صحيحة، حطينا الاسم تاعك من بين هذه الأوراق، يعني إن شاء الله تكوني من الفائزين. الإجابة صحيحة في هذا، يعني حنجاوبوا على هذاك السؤال. بيان سور لازم تجاوبي. أكيد. الإجابة هي النسبة النسبة تاع المتواجد النسبة المكون المتواجد في الحبة تاع البيض بكمية كبيرة هو الماء بنسبة 88%. بصح باينة مريم كي نحلوها كاع ما شو كيفاش قلت لكم كي نكسروا الحبة تاع البيض وشفتوا يعني قاعد غير نبسط لكم. الإجابة تاعهم كانت دائما البروتين بخيتين تاع الصح، يعني الإجابة هي كي تسأل الناس يقول لك البروتين، بصح علميا كاين الناس اللي ما يعرفوهاش مالش. هو نسبة تاع الماء. شوفي معنا ميربحوا الوصفات وراهم يربحوا لي كادو وزيدوا يتقفوا نزيدوا الثقافة تاعكم ما شاء الله ربي يحفظكم. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا شفافية ها ما رانا نديروا والو شفافية ها مريم احترفت اليوم. يلا بسم الله بسم الله خلاص خلطنا مريم رفدي بسم الله بسم خلي خلي ان شاء الله اللي راهي متمنية يا رب ان شاء الله زهرة عقيبة عليك ان شاء الله. في التزوج نعاود يا مريم واش بيك ما عندناش زوج اجابات ما عندناش زوج هديات اجابة واحدة فقط بهذا الشكل. راح قبل ما نشوفها انا راح تشوفوها انتوما. هم قالوا لي مخلوف بومرداس قبل ما نشوفها. مبروك عليك مخلوف من منطقة بومرداس، راك فزت معنا بآلة غسيل مهدات من طرف مؤسسة لاكسبة. أرواح يعني تستلم الهدية تاعك الأخ مخلوف. نعيطوا له احسن. عمي عيطوا له مريم كي تسرعي مريم دوك يعيطوا له الشفافيه ويقولوا لك باللي على المباشر بالبار. رامي يهضروا لي اكيد. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم ان شاء الله دائما تكون وصفه جديده، وان شاء الله دائما نكونوا خفاف عليكم، وتبعونا وركزوا معنا يوميا على البلاد تي في راح نمتعوكم طيله شهر رمضان. نقول لكم باللي غدوه غدوه وصفات ضربه. ما تكبيش نريحوا معاهم. بيأس. معنا مخلوف. الو مخلوف. الو
كوبا كوبا بانيكا بانيكا ما طولتني فرح بزاف من الفرحه. يلا مشينا كرام تفضل تفضل. حبيت نعاود نقول لهم بلي التحليات بزاف شابين. حبيت نقول لكم برك هادي هادي بزوج دورو وشوفوا لا بريزونطاسيون اللي فيها وميم طون يترعد وحده مولاي امين وما نجمش. مشاهدينا الكرام حبينا نقول لكم انه ان شاء الله نكونوا خفاف وظراف عليكم. نضربوا معنا مخلوف مخلوف تكلم الاخ مخلوف. مرحبا بك الاخ مخلوف. يلا نعم السلام عليكم. الو معليش نعاودوا له الاتصال انقطعت المكالمه. معليش نذكركم انه مشاهدينا الكرام ان شاء الله نكونوا خفاف وظراف عليكم. ان شاء الله اطباقنا يكونوا في متناول الجميع. ان شاء الله تكونوا دائما متتبعي برنامج بنا وفطور. نشكر طاقم التقني اكيد اللي تحيه كبيره اليوم. تحيه كبيره لهم جنود خفاء تاعنا تحيه كبيره. ما ننساوش زهره شفيقه وانيا يعني اللي راهم المخرج كذلك اللي راهو في الصوت سكريب كاميرا مان المكياج تاعنا كما نقول لكم شكرا جزيلا. لولا انتم لما راناش نديروا لهم واش راكم تشوفوا البرودكسيون بصفه عامه. شكرا جزيلا جميع يعني قناه البلاد اللي تدخل غيري الناس ما شاء الله. خاوتنا نقول لكم تحيه كبيره جمعه مباركه دائما ان شاء الله في بنا وفطار سلام.